باهي أصدقائي، تو وصلنا الليبراري مانجمنت. باهي ليبراري مانجمنت، أنا في من الأول ما زلت مش فاهمة شنو باش نكتب فيها. خاطر ليبراري مانجمنت شنو يعني؟ عندنا كتب، نعرف الجامعة فيها مكتبة، أوكي، يعني بعد هيك باش نحطوا في وسطها شنو الكتب الموجودة؟ باهي الله والله أكبر. أصدقائي يمكن الصوت ماهوش باش يوصل لكم، هيك علاش باش نقصوا بعد نرجع على الصوت، خاطر صوت الأذان نرجع لكم بعد ما يكمل الأذان. باهي أصدقائي، وين وصلنا؟ قلت ليبراري مانجمنت المكتبة، نعرفوا اللي الجامعة فيها مكتبة هكا ولا إذا باش نستخدموها المكتبة هذه، معناها إحنا باش نعبيو كتب، يعني نعملو كيما ستودنت وكيما ستاف مانجمنت، كيما هكا بالضبط. نحطو كتاب اسم، نقوم بوضع اسم الكتاب وشنو اسم الكتاب وشكون كتب الكتاب هذاك، وفانا مكتبة وشنو الأي دي متاعو، مثلا الكاز اللي تخبى فيها الكتاب هذاك. يعني هذه كل حكاية زايدة، واضح؟ حكاية زيادة باش نخدموا الليبراري مانجمنت بالطريقة هذه، يعني كرود كرييت ريد ابديت ديليت. فلذلك انا اقترحت طريقة اخرى، انه المكتبة كيفاش باش تكون، الليبراري مانجمنت هذيك كيفاش باش تكون. عندنا كومبو بوكس، كومبو بوكس انا اقترحتك، جاتني فكرة في مخي واقترحتك. خليني نفسرها الفكرة شنو هي. مش هذا وينو لهنا؟ اوكي، شنو هي؟ عندنا كومبو بوكس لهنا، كومبو بوكس بتاعنا العاد، كومبو بوكس هكا، وعندنا مجموعة من الكتب. اوكي، عندنا مجموعة من الكتب، وعندنا لهنا اسم اليوزر، اسم ستودنت هذاك، وكيف كيف الاسم نتاعو فقط، علاش نقعد نزيد نكتب فيرست نيم ولاست نيم. عنده الاسم نتاعو لهنا، وعندنا الكومبو بوكس لهنا في مجموعة من الكتب، مثلا بايثون بوك، ولا انا اخترت بايثون بوك. طبعا في الجامعة مش بتلقى بايثون بوك، ممكن تلقى اذا الجامعة معناها سبيسياليتي نتاعها انفورماتيك. به اسم اليوزر، وعندنا كومبو بوكس، وعندنا الديت اللي خذاه في الكتاب، الديت اللي خذاه في الكتاب هذاك، والديت اللي لازم يرجع في الكتاب هذاك. انا اقترحت اك، على خاطر اذا باش نضيفوا كتب، انا عندنا مكتبه ونخزنه في وسط كتب تي زايد، هذه تنجم تعملها وحدك، يعني كيما ستودنت وكيما ستاف مانجمنت، يعني باش تعبي، واضح؟ لكن هذه الطريقه هذه احلى خير. الفكره اللي في مخي تو جاتني هك، ليبراري مانجمنت، انه عندنا كتب، عندنا العديد من الكتب مسجلين امورهم واضحه، واضح؟ وعندنا اسم اليو الاستوديو هذاك، باش ياخذ كتاب في النهار كذا وكذا، ولازم يرجعه نهار كذا وكذا، معناها خذاه مثلا اليوم السبت وكل شيء. شنو هو الديت تاع اليوم؟ اجا خلينا نشوفوه، اليوم 4/3/2021، اوكي، لازم يرجعه مثلا بعد اسبوع، اللي هي 11/3/2021، لازم يرجعه بعد اسبوع، واضح؟ يعني نحط، نقوم بوضع الكتاب وقتاش باش ياخذ، خذاه اليوم، واضح؟ نسجلوا لهنا اللي هو خذاه توا في نهار اليوم، بعد باسبوع باش يرجعوا الكتاب نتاعه. اوكي، طبعا هما الليبراري مانجمنت هذه باش يكون فما جوانتور، معناها ربط ما بين زو ستيبل اللي هو ستودنت وليبراري. احنا الليبراري احنا باش نشتغلوا بطريقه عاديه، مانيش باش نعمل جوانتور، خاطر فما مستوى الناس تتبع فينا ويمكن ما قراوش ماي اس كيو ال من قبل، باش نتعمق في حكايه الربط ما بين تو تيبل. اوكي، فلذلك باش نعمل ليبراري مانجمنت، وهذه هي الفكره اللي حكيت عليها، باش تعاود كيما ستودنت هي بيدها نفس الشكل، لكن باش نضيفوا لها ديت باكر. باهي، انا بحثت في الانترنت، طبعا موجوده ويدجت هايك ديت باكر تيك انتر، تبع تيك انتر، واضح؟ اللي هي هذه ولا هذا، دخلت له الفايل، انا هو الفايل دخلت له هذا. اوكي، هذا هو، يلا عاد. البطن ما عادش يخدم بتاع الماوس، وانا نقول اش بيه يوحل. اوكي، باهي، كيفاش الشكل؟ كيما هذا بالضبط، او كان جيت تعمل الصور لهنا، عندها ديت بيكر كيما هكا بالضبط، يظهر لنا هذه اليوميه، احنا نقولوا كالندري هذه. اوكي، هذه نحبوا نستخدموها، انا خذاه اليوم، واضح؟ بعد باسبوع باش يرجع، ونعينه وقتاش باش يرجع الكتاب هذاك، باش تم ارجاعه. يعني نبداو نشتغلوا، ما ناخذوش نحكيو ياس. الليبراري مانجمنت نفسها هي بدها باش تكون ستودنت، لكن باش تكون عندنا تو كومبو بوكس، لا كومبو بوكس واحده وتو ديت بيكر. باهي، خلينا نحضروا الخدمه بتاعنا قبل كل شيء، نفتحوا بوش بلوك، لا لا عاد. اوكي، باهي، ستاف مانجمنت ستودنت، باهي شنو هي ليبراري مانجمنت، باهي شنو باش تعمل ليبراري مانجمنت هذه باش تفتح لنا نفسها هي بيدها، نفسها هي بيدها، راي يعني نعبدو في نفس الخدمة هي بيدها. إذا فهمت الكرود راك فهمت كل شيء. هذه ليبراري مانجمنت ويندو فقط، يعترض لي أنه مازال ما خدمناهاش الفانكشن تاعنا، الكلاس تاعنا عفوا.
library window class. اوكي نعملو كوبي نفسه بيدو student نفسه بيدو، لكن باش نعملو طبعا تعديلات. اوكي باه يعترض على الام بي، كيف كيف نعملو الامبورت الام بي كيما تعودنا الام بي وال وشنو اخر، وهذا زاد ماي سكوير كونكتر. قم بغلقه هذا ستايف، هذا كملنا منه باهي. ستودنت كيف كيف كملنا منه باهي. ليبراري سموه اي اسم، هذه ليب مثلا شو سماها اصلا، مش باش نستخدموه احنا ذا. اوكي مانيش باش نستخدموه، اللهم تحب تعدل على الويندو هذيك ليب دوت دوت تعدل عليها شو مش تحب تعدل انت. اوكي لكن مش بنستخدمو غاديك، نستخدمو فيه دائما في الكلاس نتاعو. الكلاس هذا اللي نعملو فيه ليبرال ويندو، نستخدمو فيه لان الاوبجيكت ما استخدمناهوش، فقط نعملو فيه امبورت وكاو. باهي خلي نشغل ران ليبراري مانجمنت. اوكي عندنا اخطاء، عندنا اخطاء اكيد مادام ما ظهرتش فما اخطاء. تي تي كي، تي تي كي يعترض على تي تي كي، ماناش عاملينها امبورت. باهي نعملو امبورت تي تي كي from tkinter ttk. نعمل نشغل library management. اوكي هذه نتاع student، هذه نتاع student. لا طبعا احنا باش نقوم بالتغيير. باي وين library management؟ عندنا last name والانتري هذوما الكل باش نقوم بحذفهم، هذوما الكل باش نقوم بحذفهم. زيد زايدين الباتون نتاعنا خلاهم، خلاهم هذوما الباتون نتاعنا خلاهم نستحقوهم. الفيرست نيم هذايا خلي نبدلو، خلي الاسم نتاعو مش مشكل. باهي هذوما كيف كيف باش نقوم بحذفهم زايد منهم. عندنا الكثير من الاشياء باش نقوم بحذفها. سيرش باتون رايت الفريم هذا فيو باي فيرست نيم لاست نيم سين والايميل. باي شكون شنو يكون عندنا؟ عندنا فيرست نيم، نيم تاع ستودنت هذاك بسميه نيم مثلا. عندنا ديت، ديت ناو. عندنا السين، لا باش نقوم بحذف السين والايميل. طبعا لازم نضيف الفون نتاعو السيد، نتصلو بيه طبعا، نتصلو بيه ونقول له جيب الكتاب. يا اخي باش تخليه عندك جمع الكتاب اكثر من جمع، يعني تفوت وقتك تخلي تجيب الكتاب. خلي الفون نتاعو لهنا، الفون ايميل انت بعدك اختار، انا باش نختار هكا. اصدقائي خلينا نشوف نخمم شنو باش نضيفه، ما ناخذش اكثر وقت. باهي اصدقائي انا قلت نستخدمه وينو 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 اهوك النيم. باهي عن النيم، عن الفون ديت ديليفري ديت ديليفري ديت الوقت اللي خذا فيه الكتاب، وعندنا كيف كيف شنو اخر ريتيرن ديت. باهي عندنا هذوكم هما الهيدينغ نتاعنا. باهي خلينا نخليهم كيما هما الهيدينغ. هذا باش يكون نيم اسمه، نيم تاع ستودنت هذاك، الفون هذه كل ديليفري ديت، وهذه ريتيرن ديت الوقت اللي باش يرجع فيه. واضح كيف كيف لهنا زاد هذه نيم هذه فيرست نيم هذه الفون ديليفري ديت هنا ما اوكي، ولهنا زاد كيف كيف. باهي هذوما لازم نكتبهم لهنا ديليفري ديت. باهي عندنا اول وينو الفريم تاعنا هذا تاع الفيرست نيم، خليه باش نغير اسمه نيم مثلا نيم ستودنت مثلا نيم ستودنت نيم ستودنت. باهي واش نعمل واحد اخر للفون، الفون هذا من الانتري هذا من الليبل نتاعنا، خليهم الليبل ليبل خليهم، واش غير فقط الاسم نتاعهم. هذا باش يكون فون
ستودنت فون ستودنت، خلي هنا نعمل واحد داخل الفون. خلينا قبل ما ننسى هذه لازم نعمل هك فون، انا باش تتصل بيه انت وتقول له رجع الكتاب. به شنو اخر ليبل؟ هذوما الليبل هذوما شنو هذوما؟ كل نقوم بحذفهم احنا. ايميل لاست نيم، خلي واحد برك الليبل هذا كاو، الليبل هذا فقط، هذا كفيرست نيم. وفما واحد فون، فون نبتعدوا من الاسامي اللي كيما هكا، لخاطر عملنا اسمه نفس الاسم هذاك. كيف كيف هذا نيم ستودنت نيم ليبل، خاطر عندنا نفس الاسامي هذيك، نحب نبتعد باش ما تدخلوش بعضكم، هو يعرف وحده اللي شنو تقصد راه. اوكي باهي، لحد الان واضح. باهي تو شوفوا كيفاش باش نستخدموا الدايت بيكر هذيك. ويني الاستخدامات نتاعها كيفاه؟ اول حاجه باش نعملو بايب انستال تي كي كالندر، هذه اللي باش نستخدموها، واضح وريتكم في الفيديو هذه ديت. باهي نعمل انستال، احنا ما استخدمناهاش قبل في الفيديوهات، قبل اول مره باش نقوم باستخدامها، انا الاولاني اول مره باش نقوم باستخدامها. طيب انستال تي كي كالندر، يلا خلينا ننتظروا شوي حتى يتم التحميل متاعها. اي خلينا نشوف الاستخدامات متاعها كيفاش باش تكون. اها جيومتري روت، تاخذ اليور والماوث والدي، سيلكت مود دي، سيلكت مود دي، يعني هذه باش ترجعنا الدي. لازمني نقوم تجربتها وحدي هذه. باهي لهنا كل شيء مفهوم، فيها ميثود اسمها جيت ديت، تعطيك الديت اللي قمنا احنا بصناعته. باهي مش مشكل مش مشكل، تو نشوفوها. باهي تو نشوف الاستخدامات نتاعها، تم تنصيب صحيح. باهي اول حاجه باش نعملو الامبورت نتاعها، امبورت وين موجوده هي وين كاتبها؟ ولا هنا هايك امبورت نتاعها. باهي وين المكان؟ لهنا استنى، هذه انتري فون، لحظة خلينا نعمل تو ليبل، تو ليبل واحد خاص بالديت، هذايا ديت ديليفري نقصد بيه، وهذايا وهذايا بتاع ريتيرن ديت ريتيرن. طب ليبل اي ليبل ليبل اوكي، حد الان واضح. طبعا باش تبعد ورا بعضهم شوي خاطر عاملين كوبي، الواي الواي هذايا 50 هذايا 80 خلوه، وهذا قداش بعدنا 60، نزيد هذايا 80 و60 قد يجيو 140، 140 وهذايا 220. باهي خلي هكا على فكرة، باهي مش مشكل. هذايا الواي هذايا شنو نيم ستودنت باش يقابل النيم ليبل هذايا باش يقابلو، يعني الواي 20 خليه الواي 20. هذايا شنو هذايا الفون، فون ستودنت يعني الواي متاعو 80 باش يقابلو. باهي توا باش نعمل سيلف دوت ديت ديليفري ديت ديليفري ديت دوت 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 كالندر، او تعرف عليها البارنت متاعها سيلف دوت شنو انا فريم ليفت، فريم ليفت. باهي خليها هكا، خلي نعملو البلايس متاعها، خليها هكا، خلي نفهم شنو كيفاش الشكل متاعها كيفاش تظهر، خاطر صدقوني اصدقائي اول مرة اقوم باستعمالها يعني.
راه موجودة مجموعة كبيرة جدا من الأدوات اللي تتبع تيك انتر. احنا في الفيديوهات الفارتة شرحنا فقط معناها المعروفين. اوكي باش تاخذ نفس البلايس هذايا هو بيدو، لكن باش تبعد شوي، هذي 80، هذي باش تكون 140. 140، الله 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 الله. ايه صارت لك الانسيرت الويث 200 والهايت ايكوال 40. باهي لحد الان واضح. باهي خلينا نطبع نشوف شو يعطيني. خلينا نشوف الديت هذيك كيفاش الشكل متاعها باي ديفولت. ليبراري هيك ظهرت لنا نشوفها، لكن خاطر عاتي ويد والهايت انا هكا، علاش الويد عطيتها الهايت تاعها 40، فلذلك باش نعطيها 200. يلا عاد نعم نشغل، خلي نشوف الشكل كيفاش باش يكون. اوكي طبعا الليبل انا كتب فيرست نيم، تو نغيرها تو نغيرها. باهي هذه هي الديت. وين الليبل نتاعها هذي؟ هاك هذه الديت ديليفري ديت، هذه باش تكون اسمها ديت، وهذه باش تكون ريتيرن ديت وقتاش لازم يرجعوا. باهي خلينا نعمل واحدة أخرى كيفها بالضبط. الباتون هذاك لازم نهبطو فيهم شوي، نزلو فيهم شوي. باهي الويد متاعو هذي 140، هذي 220. باهي هذوما لازم نهبطو فيهم نولا شوي. وين الواي متاعهم؟ قوم بوضعه ب 600. لأنه شوف كيفاش جانا الباتون فوق منهم. خلي نشوف الشكل كيفاش باش يعطيني توا. ليبرالي مانجمنت، باهي لازم نهبط في هذه شوية زيت. لازم نهبط في هذه شوية. ديليفري الديت هذه لازم ننزل فيها شوية. باهي ويني 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 ويني. الواي خليها تكبر اكثر شوية. لا الويذا عاد الويذا الهايت متاح. شنو هاد شنو؟ استنى لحظة باش ننزلوا فيها هذوما الزوز ريتيرن ديت وهذوما شوية. الباتون نزلناهم اكثر من متصور، معناها نزلناهم برشا. هذوما الزوز باش ننزلوا فيهم اللي هما الاخرانية هذوما. خلاها 200 220 كانت، خلاها 250. شوفوا كيف كيف وين 250، الليبل متاعها 250، 250 شوية 280. هاي باهي نزيد نهبط فيها شوية. أصدقائي خليني نركح الستايل ونرجع لكم ونشوف شنو عملت باش ما ناخذش أكثر وقت. باهي أصدقائي ركحت ستايل. باهي خليني نوريكم ستايل باش ولا هكا بالضبط. اوكي خاطر ركح في ستايل. عندنا ستودنت نيم، الفون نتاعو، البوك نيم الكتاب اللي باش ياخذو، وديليفري ديت وريتيرن ديت وقتاش باش ياخذو والنهار اللي باش يرجعوا فيه. اوكي هذه الداتا مازالت قديمه نتاع ستودنت. اوكي خاطر مازال مربوط بالستودنت والريفيو هذا تو نقوم بتغييره. واضح باهي. شنو هذا نايم والفون؟ اوكي نايم والفون وبوك، ناقصه بوك نايم. بوك نايم اوكي وينو الابراري؟ وينو 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 وينو؟ بعد الفون فما بوك نايم لهنا. بوك اسم بوك فقط تو يفهم وحده، نضيفه لهنا في الهيدنج كيف كيف. بوك
بوك لنا كيف كيف. باهي، اول حاجه نعمل الداتابيز نتاعنا، شنو التابل نتاعنا نيو. باهي، شنو اسمه هذايا؟ ليبراري. قداش فيه من واحد هو؟ وينو خلينا نتاكدو. 1 2 3 4 5 6 فقط، هذا مهم. النايم والفون بوك ديليفري ديت ريتيرن ديت 6. اوكي 6، هذا باش يكون اي دي، هذا باش يكون ستودنت نيم، وهذا باش يكون واش نعمل اس كابيتال، هذا باش يكون فون، وهذا باش يكون بوك. باهي، باش نعملو امبورت لتو اخرين، اي اللي هو ديليفري ديت ديت و ريتيرن ديت. اوكي، هذا ما كل فارتشر، هما هذوما الديليفري ديت نجم تعملهم تايب نتاعهم ديت. اوكي، تعمل ديت نتاعهم ديت تايم ولا ديت، اوكي ولا تايم ستامب كيف كيف، ولا تايم ولا يور. احنا مش نقوم بوضعهم فارتشر تو، هو يعمل لنا مش نقوم بوضعهم تو، طريقة الكتابة متاعه يختارها لنا هو، ديت بيكر هذا هو اللي يختارها لنا. اوكي باهي، هذا باش نخلي مثلا 20 20، باهي هذا 10 خليه هكا. بوك 20 نجم يكون طويل، هذا 30 30 برا 50. اي عن الاي دي اوتو انكريمنت وبرايمري كي سيف. اوكي باهي، نبدأ مع اول ميثود. اول ميثود اللي عندنا اللي هي شنو؟ الالت. الالت شنو اسمها؟ هي ليبراري. ليبراري شنو باش نضيفو فيها؟ اول واحد اللي هو ستودنت نيم. ستودنت نيم هك كتبناه، وعندنا الفون بوك، شنو اخر بوك وشنو اخر ديليفري ديت ان شاء الله ما اخترتناش، وريتيرن ديت. اوكي، قداش من واحد هذوما؟ 5، يعني باش نضيف واحد اخر لهنا اس. اوكي به، هذا التست نتاع شنو؟ من اين لك الخطأ هذا؟ خليك منه، هذا خاطر يخدم بالقديم. باه، عندنا اول واحد هذايا شنو اسمه؟ هذايا شنو سميناه احنا الليبل هذايا؟ انتري، عفوا انتري شنو اسمه؟ نيم ستودنت، فون ستودنت، بوك نيم، ديليفري ديت، ريتيرن ديت. راني ضفت واحد اخر اسمه بوك نيم. اوكي انتري، اوكي يعني هذا كلك انت بعدك عم بحرك. اش اسمه هذايا؟ ستودنت نيم ستودنت، وهذا اسمه الثاني هو شنو؟ فون، فون ستودنت، الثالث هو بوك نيم، الرابع هي ديليفري ديت، ما اسمهاش ديليفري، عاد ما سميناش ديليفري احنا. خلينا نرجع نشوف شنو سميناه الانتري متاعها، وين الانتري متاعها؟ والله سميتها ديليفري ديت هايك، ديليفري ديت وينو احنا لهنا؟ لا لهنا باهي. والفانكشن اللي تعملها جلب على ما يبدو هي هذه، وينو فتحناها بكري اللي هي جيت ديت، هذه هي اللي تبعث، هذه هي اللي جيب لنا الديت اللي عملنا له كونفيج. اوكي اي هذه هي جيت ديت الميثود هذه، وينو بايت شارم؟ او كان نعمله دوت تعطيه لنا اكيد هو وحده دوت جيت. اوكي هايك ديت ديت باهي، وكيف كيف عنا get delivery ال return date or نفسها هي هذه، لكن باش تكون هذه return date. اوكي ما سميناها كيك return date، خلينا نتأكد باش ما ندخلوش بعضنا ويتحلنا date. اوكي باهي، الفال متاعنا، الفال متاعنا هي اول واحدة
هي student، هذه هي أول واحدة. الثانية هي phone، الثالثة هي book، الرابعة طبعا لازم تجيب الفانكشن بتاعها الكل تكتبها هنا، والخامسة هي سالف دوت اللي كتبناها تو. وينو وينو وينو، هنقوم بغلقه هذا اللي هو هذا return date. ان شاء الله تكون كتابة واضحة، راني نخدم ونخمم، راني نخدم ونخمم على ذاك ساعات نقعد ساكت. به ان شاء الله نكون صحاح وكل شيء واضح. بالي بالي ديليت، طبعا هذوما لازم يقوموا. خلي هذه خاطر ما زلت ما نعرفش كيفاش يتم تفريخها، هذه خليهم يفرغ لنا دوما كهو دوت ديليت. اوكي به، خلينا نجرب، خلينا نجرب نجربو به، خلينا نعمل لك كومنت. هذه ما نحبوش يقرا، نحبو يبعث كهو، نحبو يعمل اد ونشوفو يبعث ولا. خلينا نجربو، بالك عندنا بلاوي ستودنت. به باش نضيف حسام، شنو هو هذا؟ هنضيف لهنا، نضيف لهنا، أكيد عنا بلاوي كتبناها، أكيد الانتري متاعها ماخو حاجة. أوكي يا هوك، الفون الفون الفون، هذا هي فون الفون، لأني نكتب لهنا خد تكست فاريبل، إذا تكتبوا لهنا طبعا باش تمر لهنا نفس الفاريبل. نعاود نشغل من جديد. حسام الفون متاعي بايثون بروجرامك مثلا، هذا كتاب خديتو اوك ديت، باش نرجع نهار 30 باش نعمل اد داتا انسيرتد. والله بعثها مفماش ايرور، ايش نشوفه مع بعضنا؟ وين وين الليبراري دقلة، والله دقلة دقلة اهوك، ديليفري ديت وريتيرن ديت. اوكي حلو برشا، حلو 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 برشا، باهي برشا هكا باهي. اوكي باهي، شمخت خاطر اول مره نستخدم الاداه هذيك بتاع الكالندر السهل، ظهرت الاستخدامات نتاعها قلت بالك في اشياء اخرى، لكن هو لهنا مر لها اليور والماوث والداي. واي على ما يبدو انه كي نمروا لها اليور تاع السنه هذايا يولي يحسب السنه، ما عادش يرجع للتالي، خاطر هو هكا يرجع هكا للتالي. واضح احنا طبعا نخدمه في التو في المضارع وفي المستقبل، واضح. خلينا نمر لها ونشوف واش تقصد بها هذيك اليور. وين هو الانتري متاعنا؟ الانتري متاعنا وينو وينو؟ اهوك مر اليور اللي هو شنو هو 2021. خلينا نجرب ونشوف شنو قصة اليور هذايا، أكيد هذيك هي. لا لا حكاية أخرى، ماشي يرجع هاوك يرجع، لازمنا نفهمو هذه اليور شو قصد بها. يور شو كتبت له أنا؟ وين الليبراري؟ هي كيما كتب هو بالضبط. وينو؟ اهوك سيلكت مود اليور الماوث، يعني اش تطلب فيها من هذي؟ ما نعرفش الاوبشنز متواجدين في وسطها شنو الكالندر هذي، كالندر ديكنتر بايثون 3. نحب نشوف اللي متواجدة في وسطها خاطر نحب نتحكم في الاوبشنز نتاعها. والله هذا الموقع هذايا بي بي، ان شاء الله يعطينا تفاصيل. اليور انيشال ديسبلاي يور ديفولت از كارنت، انيشال هذا باش انيشالي با، هذه تمهيد عباره فقط. ب فيرست ويك داي، فيرست ويك داي لا داي تو بي ديسبلايد، ويكند دايز
مين ديت. هيك 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 مين ديت. المين ديت هذه هي اللي نحب نمرر، والنوع متاعها تاخو شنو، تاخو ديت تايم دوت ديت. فكروها الديت تايم، الديت تايم. اوكي هذه باش نقوم بحذفها ليكم، لازمني نحفظها لكم. وين برنت، لازمني نحفظها الصفحة هذه ليكم انتوما، وانا ممكن نستحقها في المشاريع متاعي. اوبشنز الكل، واو ملا اوبشن تاخذهم الكل هي، واو سيف. تيك انتر تيك انتر تيك انتر، انا حفظتها لكم. تتقوا الفولدر هذاك تبع ما قلت تقوم بتحميله، تمام. باه شنو يا اخو، يا اخو لهنا المين ديت والماكس ديت والنوع متاعهم شنو، الديت تايم دوت ديت. اوكي ديفولت از نان، ديفولت از نان طبعا، ديفولت از نان خاطر يرجع هو، ديفولت از نان كما يقول لك هو، خاطر نجم نرجعو بيه تالي، لكن احنا باش نعملو توا المين متاعو شنو هو. واضح باه، قدر وقت توا قد ايه هات نص ساعة. باهت أصدقائي، نتقابلوا الفيديو القادم.